بلبنان عايشين في خيمتنا سيرة جملون، عايشين فيها أنا وأمي وأخواتي وأبوي. أتذكر أحلامي الحلوة، أتذكر بيتنا كيف كان، بس هلأ انهدم. نرجع على بيتنا ونعيش بسلام. بس لما جينا رحلنا لهون صار حالتنا ضايقة كتير، قمت أنا رحت أشتغل بالاستيراد، صار الزعران بيعيطوا لي بيقولوا لي أنا بعطيك مصاري وتعي معي، شغل في زعران بيلطشونا بالمدرسة، ما في حدا بيلطشنا، في أستاذية وأستاذيات. تعلمت إنه نحن بهذا العمر لازم هلا بنكون على المدرسة منه نصير كبار. عطتنا مبلغ ساعدنا الأطفال.